سارع إبراهيم عبد الفتاح الذي تحمل قرابة عامين من الجوع والاقتتال إلى مغادرة منزله في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق بعد رؤيته رؤوسا مقطوعة فصلها تنظيم الدولة الإسلامية عن أجسادها إثر اقتحامه المخيم. اللي عايشين عليه كنا على الكرتون بصراحة، يعني كل فترة يعطونا الكرتون، الحمد لله أمورنا ماشي وقاعدين لحد ما فاتوا هذول داعش مداعش، صاروا يقطعوا روس ويساووا، يعني وصلوا لمراحل انه الطفل صغير يقتلوه. امن سلم نفسك سلم نفسك، ما حدا سلم حاله، اللي كمشوه يقتلوه. عبد الفتاح الذي لم يعد يملك إلا الثياب التي يرتديها هو واحد من بين مئات اللاجئين الذين تركوا مخيم اليرموك في الأيام الأخيرة ولجأوا إلى مدرسة في حي التضامن المجاور والخاضع لسيطرة قوات النظام. وتستضيف المدرسة التي حولتها السلطات إلى مركز إيواء مؤقت للعائلات التي نزحت عن المخيم نحو 98 شخصا، بينهم 40 طفلا يشغلون 3 صفوف كبيرة. ما في غير أنا وجوزي وابني بالبيت. قالوا لح إذا بدكم تطلعوا لا تطلعوا، يعني معاكم أغراض اطلعوا لحالكم بس بسرعة شوي. طلعنا كيفنا نطلع على الحارة؟ مقلوص إحنا ساكنين بنص الحارة. قالوا امشوا على الحيط واركضوا، ضلينا نركض القناص عم بضرب علينا، عم بضرب إنه يخرج يصيبنا. هيك لحتى إجا الجيران كمان ساعدونا بالطلعة وقطعنا. لم يتمكن أي من النازحين من حمل أغراضه لدى خروجه من المخيم، جل همهم كان أن ينجو بحياتهم. هؤلاء الأطفال والنساء الذين اضطروا أن يتركوا جزء منهم، تركوا أطفالهم جوا، مثل الأخت تركت لها أولاد صغار جوا، اضطرت أن تهرب من جرائم داعش هذا التنظيم الإرهابي. الوضع مأساوي وبحاجة فعلا لتحرك دولي على كل المستويات لإزالة هذا التنظيم من مخيم اليرموك. في نهاية العام 2012 تحول مخيم اليرموك الذي يقع على بعد 8 كيلومترات جنوب العاصمة السورية إلى ساحة قتال بين القوات المعارضة للنظام والموالية له، قبل أن يخضع لحصار خانق من قبل القوات النظامية. وأدى الحصار بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى وفاة نحو 200 شخص نتيجة لسوء التغذية ونقص الأدوية.